السلام عليكم، معكم قناة أم دنيا. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. قبل ما نبدأ الفيديو تاعي اليوم نقولكم صليوا على النبي عليه الصلاة والسلام. نبدأ الفيديو تاعنا اليوم لأول رمضان، وحنقدم لكم طاولة رمضان تاعي وندير لكم زوج وصفات. حندير لكم شربة تاع الفريك تاع الصيف اللي طلبوها مني بزاف المشتركات وقالوا لي يعطينا الوصفة، رح نعطيها لكم على طريقتي، بصح هي يعني شربة تاع الصيف 100%. وراح ندير لكم طاجين الحلو ثاني طلبوه مني بعض المشتركات. على كل حال كل الوصفات اللي راكم تشوفوا فيهم هنا راح نعطيكم الوصفات تاعهم، بصح ماشي اليوم. الفيديو تاعي راح نقسمه على الى قسمين. راح اليوم ندير لكم شربة فريك وطاجين الحلو، ومن بعد ان شاء الله غدوة ولا غير غدوة إن شاء الله رح نعطيكم الوصفة نتاع الكوردون بلو، ونعطيكم نتاع المطلوع وكامل الوصفات اللي شايفينهم هنا رح نشوفهم على الطاولة نتاعي تاع اليوم. هنا رح نعطيكم إن شاء الله المقاد. هنا عندي حبة بصلة كبيرة تكون تقدروا تميكسيوها، وإذا ما عندكمش الميكسر تقدروا تسكرفجوها. هنا عندي هنا حبة طماطم ثاني ميكسيتها، إذا ما كاش عندكم الميكسر تقدروا ترابيوها. عندي الجيج، عندي زدر تاع الجيج، عندي هنا فيون داشي، وعندي راس تاع فلفل. هنا عندي شويه تاع دبشه مقطعه او حشيش مقطفه. هنا عندي ملعقه تاع بودره الفريك، تلقاوها عند اللي يبيع الفريك، واذا ما لقيتوهاش هزوا شويه فريك ورحيوه في تاع الفرحيه تاع القهوه كيما هكا رحيتو. انا رحيتو. عندي الملح، راح نعطيكم وفوكا. عندي الثوم، سنينات ثوم. عندي هنا راح نعطيكم توابل. توابل نسحق غير مغرفه نتاع فلفل احمر حلو وشويه نتاع حار، وعندي هنا شويه فلفل اسود نقولوا نص ملعقه تاع فلفل اسود، وعندي ملعقه نتاع كزبر مرحي، وعندي ملعقه طماطم مصبره، وعندي الفريك كما راكم تشوفوا. دوك نوريكم الفريك ونبدا. عندي رايحه ندير شويه نتاع زيت، تحبوا ديروا مارغارين او سمعه ديروا. دوك نوريكم ان شاء الله كي نبدا الوصفه. هنا هاو الفريك نتاعي، شوفوا لازم يكون رقيق ما تشريوش الخشين. هاو الفريك. راح نبدا ان شاء الله معكم الوصفه. هنا راح ندير فلاكوكوت مينوت، عندي شويه نتاع الزيت، كما قلت لكم راح ندير فلاكوكوت. اللي عنده البرمه نتاع الطين ولا تاع الفخار ولا حاب يديروا فيه في كوكو في حاجه خفيفه هكذا، تقدروا ديروا شربه تاع الفريك سورتو كي ديروها بالدجاج راح طيب. انا راح ندير فلاكوكوت باش نزرب، عندي بزاف حوايج نطيبهم باش يكفيني الوقت. هنا بعد ما درت كيما قلت لكم مارغارين والزيت راح نزيد الدجاج، راح نضيف الدجاج تاعي. اذا ما عندكمش مارغارين ما ديروش، ديروا غير شويه نتاع زيت، خليهم يلح الدجاج تاعكم او اللحم تاعكم. انا درت غير دجاج، هي نورمال مشربه تاع الفريك يتخلط ليها الدجاج واللحم. هنا راح نضيف البصل تاعي بعد ما تخلى معايا وبدي نخلى معاكم مليح. هنا رايحه نضيف بعد ما تقلات معايا البصله نتاعي راح نضيف الثوم تاعي اللي كنت سركرفشتها. سر شربة تاع الفريك باش تجيكم بنينه لازم تتقلى مليح، لازم تقليوها، تقليوها تتقلى على الاقل على الاقل واحد 15 دقيقه. هنا رايحه نضيف الطماطم، خلط كامل مع بعض ونبدا من بعد ان شاء الله بعد ما يتقلاو علي معايا رايحه نضيف التوابل. هنا رايحه نضيف الفلفل الاسود والكزبر الملحي. هنا عندي فلفل عكري او فلفل احمر حلو وشويه حار، اللي عنده الاولاد الصغار ما يحبش يدير الحار ما يديرش الحار ولا ما يحبوش الحار. نحرك شويه بالنار،
نضيف دبشة الملحية، اللي يحب يميكسي الدبشة والثوم والطماطم يميكسيهم مع بعض باه ما يبانوش يميكسي. هنا انا كم ليا انا للدار، مش يعني ما عنديش ضياف لينا حنا، قطعته هكذا خليه يتقلى مليح. حبيت برك نقول لكم هنايا من الاحسن يعني اللي عنده اللحم الغنمي، يا شابه تاع الفريك تجيب اللحم الغنمي تجي روعه، يدير من الاحسن تخلطوها ولو كان غير طرف صغار. انا مش موجود عندي، درتها بالدجاج، عندي لافيون داشي، مي من الاحسن تخلطوا لها شويه اللحم من الغنمي وديروا الدجاج، اللي ما عندوش ماشي مشكل اللي يدير غير بالدجاج. انا راح نضيف الطماطم المصبره وخلي كامل يتقلي، وكما قلت لكم على الاقل على الاقل حتى 15 دقيقه، من بعد نمرق ونلوح الفريك تاعي تشوفوا معايا. خليها تقلى، هنا نضيف الملح. حبيت نقول لكم هنا اللي عنده اللحم يخليه يطيب اللحم نتاعو قبل واحد يطيب هكذا شويه، ومن بعد باش ترميو الفريك. اذا كان الدجاج جوست تمرقوا وديروا الفريك تاعكم، باسكو الفريك لازم له ساعه باش ساعه بيض. بغيت نقول لكم برك هذه الملاحظه، واذا كان عندكم اللحم خليوا اللحم يطيب قبل ومن بعد ديروا لوحوا الفريك تاعكم. هنا راح نخليه يتقلى بجي نقص له، كما قلت لكم يحب يتقلى مليح، ومن بعد نرجعوا ان شاء الله. هنا بعد ما تقلات معايا كما قلت لكم قد ما تخليوها تتقلى رايحه تجيكم بنينه. هنا عندي لافيون داشي تاعي، فيون داشي راح نهز منها، نهز شويه منها، نهز منها باش راح هذا هو التابل اللي راح نديرو فيها باش نمرق. راح نمرق مسخون، نغسل الفريك نتاعي ان شاء الله وتشوفوه ينزيدو. هنا كما قلت لكم هزيت زوج مغارف من هذيك البصله اللي كانت متبله ديجا اللي متو فيها كلش، راح نضيف لها هذا المغرفه نتاع كما قلت لكم الفريك اللي كنت رحيتو، بودره نتاع الفريك باش يتماسك لكم، هيعاونكم باش يلم لكم العجينه. نزيد شويه ملح ونخلطو، خلطو مليح بعد تشوفو معايا. لازم نخلطوها مليح، نخلطو لافيون داشي تاعنا وهذاك بودرة الفريك، ديرو لا بيضة لا شابلور. هذه الكمية تشوفوها هكذا قليلة بصح راح تكفيكم بزاف، بس راح نديرهم لي بول تاعنا نديرهم صغار، دوك تشوفو معايا. هنا ديرهم دي بول صغار، كبرهمش كمل من بعد تشوفوا معايا. هنا راح نغطيه ساشي نضيف نديرو في الفريجيدار، بعد كي نبغى نلوحو نوريه لكم. هو الراس تاع مزيان، وهاو درت كاس تاع فريك كما تعرفون طيبوا شربة الفريك على يومين في رمضان، دوك نغسلو وتشوفوا معايا. قلت لكم حنحط الفريك نغسلو، كما قلت لكم هنا راح نغسل الفريك تاعي، نتا غير نحيلو كامل هذوك كما راكم تشوفوا. نبدل الماء بعد تشوفوا معايا، نزيد نشلو المرة الثانية.
اذا كانت عندكم صفاير جيجا تقدروا ديروا في صفاير جيجا. شوف هذا كامل رايح هنا، رايح ندير الفريك. رايح نسكر عليه واحد العشرين ما بقى 15 مينوت ولا يطيب لا كوكوت. اذا كنتو درتو في برما نغسلو عليه يطيب ساعه طياب. هنا بعد ما طابت معايا طاب معايا الفريك تاعي كما راكم تشوفوا راه خاطر الله يبارك. راح ندير لي بول تاعي ما نحركش ان شاء الله حتى نقص شويه الغاز. كما تعرفوا لا بيانداشي مش راح تحكم طياب. خليهم شوية ومن بعد نحرق. هنا نسيت الراس تاعي تاع الفلفل راح يعطيني ريحة وبنة. هنا بعد ما غليت نحرك هذاك البيت تاعي. خليهم يطيبو شوي ما تحركوش حتان نقصو. هنا نحيت هذاك الدجاج راح نفتو، ما تفتوش مليح فنفتو غير شويه هكذا برك نحبو شويه كبير ما نحبش كي يكون كي الخيوط. ونرجعوه ان شاء الله للشربه كما راكم تشوفوا. واش حبيت نقول لكم على الشربه؟ بعد ما تلوحوا لها هذيك لا بيونداشي ما تطولوش يعني واحد العشر دقائق ولا. هنا راهي طابت معايا ووليت فرغت هذيك هذاك الدجاج. هاي الشربه تاعي حاضره. شوفوا هذاك اللحم طاب، شوفوا ما تفرتتش معايا ما درت له لا بايف لا شابلور، درت له غير هذاك درت له ديك لا بودغ تاع الفريك. هنا بعد ما طابت كما راكم تشوفوا رايحه نديرها في راني حطيتها في الطبق اللي رايحه نقدمو فيها. فوالا هنا الشربه نطيبها على يومين بصح. شوف كيفاش جات خاطر الله يبارك جات تهبل الريحه. واش نقول لكم بعد ما نديرها في طبق التقديم راح نزيد عليها ندير شويه تاع دبشه من الفوق ونزيد ندير النعناع اليابس دوك تشوفوا. كما قلت لكم انا درتها في لاكوكوت مينوت باش نربح الوقت فقط. هالا انا درت شويه دبشه هنا شويه تاع نعناع يابس. جربوها هذه الشربه واش نقول لكم يعني روعه في البنه. وهذه هي شربه صيفيه نتمنى ان شاء الله تعجبكم. بعد نوريها لكم ان شاء الله كي نقدمها. دوكا ان شاء الله رايحه نجوز مباشره الى الطبق الثاني. هنا رايحه ندير طاجين الحلو بلا لحم يعني على كل حال احنا ما نحبوش باللحم الحلو. راح نديرو هكذا يعني كيما نقولوا غير العين بقره وحبات زبيب. وعندي هنا مطرق نتاع عود قرفه اللي يحب يدير البشماشل هذاك المجفف ولا يدير الفواكه المجففه يدير نفس الشيء. هنا عندي نفس القيس نتاع العين بقره او العين والزبيب راح نديرو نفس القيس نتاع السكر. وعندي حبه تاع قارص رابيت غير الزاست تاعها. وهنا درت الماء تاع المزهر عندي ماء تاع مزهر حندير نفس القياس. درت المزهر شوفوا واش درت وخزت له غير شويه نتاع الماء كما راكم تشوفوا. هنا عندي هذه راح نديروا فيها هذا
لا كوكوط صغيرة. عندي هنا طرف نتاع سمن، شوية نتاع سمن، راح نفرغ هذاك السكر والزيت نتاع القارص. خلط شوية، غير شوية برك. هكذا كما قلت لكم، هزوا بول ولا كاس ولا اللي تقيسوا به هذاك العين والزبيب وهذوك الفواكه المجففة، راح تقيسوا به السكر والمزهر. ها والماء كما قلت لكم. هنا نضفت هذاك الماء والمزهر، راح نخليه على جيه ونقص له، نخليه قبل بعد ما يغلي. بعد ما يجيني هذاك الرغا هذاك، راح نضيف الزبيب نتاعي والعين بقرة. كما قلت لكم تقدروا ديروا اي فواكه مجففة عندكم. انا هذا واش عندي، وزوجي يعني هو برك اللي يحب هذا الطبق هذا، بناتي ما ياكلوهش. هنا بعد ما غلى معايا ضفت هذيك العين وهذاك الزبيب. فوالا هنا رايحه نخليه بعد ما يغلي، رايحه نرجع له الغطاء وننقص عليه ونخليه يطيب بجيه. بعد تشوفوه معايا، ها هنا بعد ما غلى شوفوا ساعه ساعه من ذاك، تحركوه. دوك هنا بعد ما خليته يطيب بجيه، رحنا مباشره رايحين نوجد الطابله نتاعي، نوجدوها انا ودنيا. وهنا راني بلاسي في الغلافات نتاع الكراسة، باسكو رايحين شهر رمضان كومبلي ان شاء الله، هنا ناكلو هنا في الصالون هكذا باش يبقاو لي نضاف الكراسة نتاعي وما يوسخوش. هنا حبيت نخليكم مع هذا اللقطة هذو، تشوفوا كيفاش وجدنا الطابلة، كيفاش حطينا الاكل. نخليكم بعض دقائق ما تبعدوش، ونرجع لكم ان شاء الله. كملوا الفيديو للاخير باش تشوفوا الوصفات بعد ما وجدوا معنا. هنايا حبيت نقول لكم ثاني باللي هنا اليوم درت لكم زوج وصفات فقط، درت لكم شربه، عطيتكم الوصفه نتاع الشربه والوصفه نتاع طاجين الحلو، وكاين جزء ثاني ان شاء الله من هذا الفيديو. رايحه ان شاء الله نزيد نشارك معكم، درت الكوردون بلو ودرت لهم سلطه غارنيتها، رايحه نشاركها معكم ان شاء الله، والمطلوع والجوي اللي خدمته بالبيتراف، هذو خليهم لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. انا نشاركهم معكم ونعطيكم الوصفه، خليكم مع هذه اللقطات وبعد ان شاء الله نرجع لكم. Thank you.
هذا هو فطورنا تاع اليوم، وهذه هي الشربة تاعي، جات هايلة، جات يعني خاثرة، جات بنينة كي العسل. جربوها إن شاء الله وتعجبكم. نقولكم هنا صحة فطوركم، ونقولكم مع السلامة وإلى فيديو قادم إن شاء الله.